ويا مساء الخير عليكم جميعا مشاهدي برنامج ساعة شباب وتحديدا على قناة روتانا خليجية. رح نبدأ معاكم اليوم حلقة جديدة وبإذن الله تكون ختامية جميلة لهذا الأسبوع، نشوفها في أبرز العناوين اليوم. اليوم في ساعة شباب، شباب يقلدون الوثائقيات الشهيرة للناشنال جيوغرافيك، عدوى السعادة حقيقة ولا وهم؟ وفي الأخبار بطريق يتعافى بمشاهدة المسلسلات. كل هذا وأكثر في ساعة شباب. ناخذكم في جولتنا لعالم تويتر، بأن اليوم الأجواء ويكندية فراح نستمتع بالأجواء الموسيقية وتحديدا التغريدات التي تحمل مقاطع موسيقية جميلة جدا، ولكن خلونا أبدأها بأول تغريدة من حساب روتانا موسيقى. تبارك شركة روتانا موسيقى للفنان عايض على عقد قرانه اليوم، نتمنى لكم حياة سعيدة مليئة بالحب. وأكيد نحن كذلك نقول للفنان عايض ألف مبروك لعقد قرانه على الفنانة هبة حسين. ومن أمس ما شاء الله تبارك الله الكثير من الفنانين وجهوا لهم التحية والتبريكات، ونتمنى لهم التوفيق والسعادة، ومنتظرين أعمال الفنان عايض الجميلة القادمة بإذن الله. إلى تغريدة ثانية من حساب حلم، الموسيقى تأتي في المرتبة الثانية بعد الصمت حين يتعلق الأمر بما لا يوصف. رح نستمتع مع بعض بهذا الفيديو وارجع لكم. معقول انساك؟ معقول؟ لا 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 غني ابدا. طبعا من اجمل اغاني الفنان فضل شاكر، يعني كمان عزفها على البيانو بكل احساس عالي وفن جميل. الى التغريده الرابعه من حساب مدينه الملك سعود الطبيه، حذرت تحذير مهم جدا وهو تحذير من عمليات تغيير لون القزحيه لما لها من خطوره على الاعين قد يهدد البصر، وتشدد بذلك على ضروره الحرص والتثبيت عند اجراء اي عمليه بالعين من عده نقاط، ابرزها ان يكون هذا الاجراء عند طبيب مختص ويكون ضمن الإجراءات المتفق عليها عالميا. يعني صراحة أبغى أعرف، استغربت أنه ليش الناس من الأصل بيلجأوا لمثل هذا النوع من العمليات. يعني الحمد لله على نعمة البصر، الحمد لله على جمال العيون السود اللي تغنوا بيها أكبر الشعراء في العالم، فليش الواحد يحب التقليد؟ يا جماعة لازم ناخذها شوي من الناحية الطبية عشان نعرف كمان تفاصيل أكثر حول هذه العمليات. معنا عبر الهاتف الدكتور براء القاسمي، استشاري طب وجراحة القرنية وتصحيح النظر. مساء الخير دكتور براء. مساء النور، يسعدني ويشرفني أكون معكم اليوم عشان نتكلم في موضوع مهم جدا جدا، ونحن أسعد دكتور. بس أنا أبغى أعرف يعني ايش المقصود بتغيير لون القزحية اللي انتشر بشكل رهيب في الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وليش كمان صاروا الشباب هم اللي بيلجأوا لمثل هذه العمليات؟ صحيح، عمليات عمليات تغيير لون العين تتم بطريقتين. النوع الأول اللي هو عن طريق الليزر، يتم فيه حرق قزحية العين. عشان نكون عارفين، قزحية العين هي اللي تدي لون العين، فبالتالي بالليزر يحرقوا القزحية فيتغير لونها، تصير لونها أفتح شوية. هذا بالنسبة للنوع الأول. النوع الثاني هو عن طريق تركيب شريحة بنفس اللون المطلوب. يعني مثلا إذا كان الشخص يبغى اللون الأزرق، فممكن زرع شريحة
داخل العين فوق زحية العين، فبالتالي تدي اللون الأزرق للعين. طبعا هذه العمليتين للعين خطيرة جدا، مضاعفاتها كثيرة، منها أول شيء سبب التهاب بالعين، التهاب مزمن. ثاني شيء ممكن تأثر على قرنية العين وتأثر على خلايا بطانة القرنية. ثالث شيء لما نحط شريحة داخل العين فبالتالي يرتفع ضغط العين لأنها تأثر على زوايا تطريب السائل اللي داخل العين. وآخر شيء ممكن تسبب مويه بيضة. يعني إحنا تجينا حالات في العيادة أنه مرضى زرعوا الشريحة هذه وسببت لها مضاعفات كثيرة، وبعدين بيندموا على الموضوع هذا، يقول إحنا لو كنا نعرف أنه هذه المضاعفات ما كنا سويناها. طبعا يعني هي العمليات ما بتتعمل هنا عندنا في الخليج. هذا اللي بسألك عنه بالضبط، إذا يعني خطر هذه العمليات كبير جدا وبتضر البصر في المرتبة الأولى، ليش وكيف يعني يمكن إجراءها أو السماح فيها؟ الحمد لله أنه مثل ما قلت لا يمكن إجراءها عندنا بالخليج، ولكن أعرف يعني بعض الأشخاص ممكن يسافروا للخارج ويقوموا بمثل هذه الإجراءات الخطيرة. وبعض دول أمريكا اللاتينية بيسووها هناك. طبعا المريض يعني هناك ما في اي رقابه على المرضى، بيسووها للمرضى اللي يدفع فلوس وبيسوي العمليه. بعد العمليه بيبدا يلاحظ انه والله نظره بدا يقل عليه، في الام بتيجي داخل العين، صداع مزمن، بيجي العياده نلاقي المضاعفات هذه كلها حصلت ونضطر انه احنا ندخل ونشيل الشريحه مره ثانيه. اما بالنسبه لحرق القزحيه عشان تغيير لون العين، هذا الاجراء ما نقدر نعالجه ابدا، بالعكس يعني ما خلاص المضاعفات صارت وما نقدر نعالجها الا انه ننزل ضغط العين او انه ندي ادويه تخفف التهاب القزحيه، لكن ما نقدر نرجع لون العين الطبيعي. طب هل يعني مثل هذه الاجراءات او العمليات دكتور البراء بيكون هدفها تجميلي 100% او لا؟ نعم هدفها بس تغيير لون العين. يعني انا اشوف انه اسلم واحسن حل لتغيير لون العين لبس العدسات الملونه. بالضبط، وهذا اللي بقوله. يعني الحمد لله ما في عدسات عشان يغير لون العين. يعني اذا تبي تغير لون العين او تغير لون عينك البس عدسات ملونه وخلاص، بالعكس هذا النوع اسلم واحسن وافضل لعينك. يعني انت لو سويت عمليه تغيير لون العين للاسف حتخسر عينك، فما في داعي الواحد يخسر عينه عشان يغير لونها فقط. صحيح، أتفق معك دكتور البراء 100%. شكرا لك على هذا التوضيح. شكرا على طرح الموضوع جميل. شكرا لك. واجبنا دكتور، فعلا يعني لازم دورنا اليوم أن ننبه الناس من مختلف يعني الفئات العمرية على خطورة مثل هذه العمليات، خصوصا قاعدين نشوف أن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بيتظهر لنا آخر الإجراءات التجميلية وآخر التقنيات حول هذه المواضيع، ولكن مو كل شيء يطلع وينتشر ويصير هبة نروح نسويه. ومثل ما قال دكتور البراء، الله يخلينا العدسات يعني اللنسز صار في منها ألوان وأشكال وأحجام، وفي منها يومية وشهرية، فأتوقع أن هذا الموضوع يعني دلع بزيادة، فلا تدلعوا كثير. ومكملين معاكم بعد الفاصل، إيش عندنا شباب يقلدون الوثائقيات الشهيرة لناشنال جيوغرافيك، انتظرونا. من إيجابيات منصات مواقع التواصل الاجتماعي أنها بتعطي الفرصة لكل إنسان عنده موهبة يقدمها من خلال هذه المنصات، وهذه المرة معانا موهبة كوميدية ومن أبها. خلونا نشوف المقطع التالي وارجع لكم. يا للهول، اليوم في برنامجنا الميكانيكي المحترف ستاونزند تم ركن هذه السيارة جانبا لمدة 20 عاما، ومهووس السيارات ومحتال القطاع تيم شو بالضبط 55 في طريقهما بمهمة لإنقاذ سيارات كلاسيكية من أجل مالكين يستحقونها. نعم، يأخذان هذه المرة سيارة رياضية بريطانية من ستينيات القرن الماضي تحمل تراثا بالغ الأهمية. 1 2 3 4 5. يحاول فوز الحفاظ على السلامة والصحة. هذه سيارة فخ تهلكة حقيقة. طبعا هذا المقطع جزء من مجموعة مقاطع كان خلفها شاب من أبها وتحديدا من قرية بني مازن، لاحق المازني معنا عبر سكايب. مساء الخير أخ لاحق، وصراحة أبدعت في هذه المقاطع. مساء النور وحياكم الله، وتشرف باستضافتي في هذه القناة. بالعكس الشرف لنا، بس خليني أعرف يعني واضح أنك متأثر كثير بالأفلام الوثائقية، ولكيف جات معك فكرة هذه المقاطع؟
والله الحقيقة أنا ما معجب بالأفلام الوثائقية ودائما أتابعها، فجأت الفكرة منها يعني من كثر المتابعات وهذه جت الفكرة. طب يعني نبغى نعرف أكثر تفاصيل أكثر عن فكرة هذه المقاطع، يعني هل جات معك صدفة أنك تقلد الأفلام أو المقاطع الوثائقية على ناشونال جيوغرافيك وتبحث عن محتوى مختلف عشان تقدمه على مواقع التواصل الاجتماعي؟ والحقيقة أنا لي في السوشيال ميديا يمكن حول 7 سنوات، لكن ما حالفني الحظ في الشهرة، حاولت أطور نفسي وأطور المحتوى وجاتني الفكرة هذه ونجحت ما شاء الله. طب ليش برأيك يعني تتوقع أن ضربت معك هذه المقاطع لك؟ يعني ما شاء الله تبارك الله 7 سنوات فترة طويلة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليش ما ضربت إلا في هذه المقاطع الأخيرة؟ والله أولا هي فكرة جديدة، والثانيا دعم المتابعين وتحفيزهم لي على أني أسوي مقاطع جديدة، وثالث شيء هو تطبيق تيك توك ساعد في انتشار المقاطع. طب مين كان يعني بيحط السيناريو، بيختار الشخصيات، التمثيل يعني ما تتخيلوا قد ايش ضابطينها، شفت لكم كم مقطع قبل ما نبدا حلقه اليوم، صراحه رهيبين رهيبين، ابدعتوا بتمثيل الكلام مضبوط، فهل بتتدربوا كثير عشان تطبقوها؟ كم شخص انتم خلف الكواليس؟ حقيقة أنا أتابع الأفلام الوثائقية، أتابع الفيلم كامل وأخذ منها المشاهد اللي أشوف أنها تصلح للتمثيل، بعدها أكتب الكلام أو المشهد، وأي واحد يمثل، ما هو لازم أنه شخصية محددة اللي يمثل، أي واحد يمثل. يعني هل أنتم فريق بالنسبة كامل؟ بالنسبة للأداء الارتجالي، يتكلم أي كلام كذا ونركب عليه المقطع ويضبط. ما شاء الله، كم شخص أنتم خلف الكواليس لاحق؟ 4 ويزيدون، في ناس كثير يعني أي واحد يجي يمثل، ما هو شخص محدد. ما شاء الله، يعني الدعوة مفتوحة عندكم، أي شخص حاب أنه يمثل معكم في هذه المقاطع على طول ممكن تدعوه ويطلع معاكم في الفيديوهات. بس في ناس رئيسيين اللي هو أخي علي وفيصل وأخوه أحمد وبرضه سلطان عايض، هذولي يعني لولاهم ما ظهرنا لكم بهذا الشكل. جميل. طب نحن أكثر المقاطع اللي انتشرت لهم هذول. حلو، أكيد مكملين معك أخ لاحق، بس خلونا نشوف مقطع ثاني ونرجع لهم. علينا أن نقوم بعمل شيء قبل غياب الشمس. في هذه المواقف لا يمكنكم الجلوس والاسترخاء حتى يحين الليل. عليكم إيجاد ماء وعليكم صنع إشارات استغاثة. كودي معتاد السير على مختلف التضاريس حافي القدمين، ولكن هذه المرة ديف أيضا حافي القدمين. إنني لا أملك حذاء وأنا لست سعيدا بذلك. لم يكن الأمر يزعجني عندما كنا في المحيط، ولكن بما أننا الآن على اليابسة وأريد السير على الهضاب سيكون ذلك أمرا مزعجا. إن كنا أنا وكودي نريد صنع نار لاحقا، فهذه الأشياء قبعت هنا في مهب الريح لدرجة أنها جافة كليا، لذا ستكون هذه مصدرا جيدا لإشعال النار. عليكم تجنب هذا المخلوق، فهو ليس طعاما. كيف كان السير حافي القدمين؟ الصعود كان القسم الأسهل، ولكن النزول كان مزعجا. نعم، أعتقد أن مشي ديف حافي القدمين شيء عظيم. ديف كانتربري خبير بالغابات من السفوح المنخفضة للتلال الشرقية لولاية أوهايو. النباتات والحيوانات في مين تشبه كثيرا تلك الكائن في أوهايو، قد من الصحراء، لذا ففي حالة مشابهة لهذه ستكون لي اليد الطولة. هناك طريق يا رجل، يبدو طريقا وعرا. لا يبدو أنه طريق جيد الاستعمال. اختصاص كودي لاندين هو الصحراء والنجاة ضمن حدود الدنيا، ولديه خبرة طويلة بالبقاء في أراضي الأودية الواسعة لولاية أريزونا. أنا أعيش في البرية وكودي يعيش في بلدة، لذا من برأيكم لديه معرفة أكثر بهذه الغابات؟ انظر إلى هذا. ديف وكودي وحدا جهودهما لكي نرى كيف يمكن أن نبقى على قيد الحياة بشاحنة معطلة في منتصف لا مكان. مقياس الوقود يقول إنه فارغ. شغلها. حسناً،
ما من سائل يخرج من هذا الشيء على الإطلاق. إنه فارغ. لا أريد أن أفرغ البطارية في المحاولة من دون سدى. البطارية ما زالت في حالة جيدة. إنها تعمل جيدا، ولكن ما من وقود. الشاحنة فارغة من الوقود. سأمشي باتجاهي أعلى الطريق. هل ترى أي شيء؟ صراحة أنا أخ لاحق معجبة كثير بالفكرة، وقاعد أفكر يعني بيني وبين نفسي أنه ليش ما تسووا مثل هذه المقاطع حقيقية، يعني تخلوها أو تحولونها من كوميدي إلى وثائقي، وخصوصا أن المناطق الموجود فيها في أبها، الجبال، الجو الجميل، الأشجار الخضرة، تساعدكم على نقل وثائق من داخل أبها. فما فكرتوا في هذا الموضوع؟ الفكرة هذه موجودة وإن شاء الله بنطبقها قريب، لكن بنسوي المقاطع هذه عشان نجذب المتابعين زي كذا. بس يعني يعني تقول إن المتابعين ما يجوا إلا بالمقاطع الكوميدية، يعني الناس بس تبى تضحك ما تبى تتعلم. إيه الناس تهرب من الجدية نوعا ما، يعني يبغون الكوميديا والضحك زي كذا. فأنتوا حاولتوا أنكم تقدموا مقاطع كوميدية عشان الناس تنبسط وكمان زيادة متابعين وشهرة. أيوه، حاولنا نبرز معالم المنطقة وجمالها بطريقة كوميدية. طب شوف، في التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي الناس فعلا حبت هذه المقاطع، ولكن في ناس ثانية انتقدت مثل هذه المقاطع، فكيف تعاملتوا وكيف استقبلتوا ردود فعل الناس؟ والله انتقادهم على عيني ورأسي، وهم معهم حق. كلامهم ليش ما تسوون وثائقي يعني محلي، يعني حتى التعليق حقيقي بدون تركيب وبدون أي شيء. فتقبلناه بكل صدر رحب. بالعكس هذا انتقاد يشجعنا أن نعمل المزيد. حلو. طب يعني نقدر نقول أنكم اليوم راح تنطلقوا في الانتشار والشهرة في مواقع التواصل الاجتماعي، كيف راح تستثمر هذه الفرصة بشكل أقوى؟ إن شاء الله في محتويات قادمة إن شاء الله، وأفلام وثائقية كلها محلية، ما في أي تركيب ولا أي شيء، يعني المعلق من عندنا والمصور والممثل كل شيء. وخصوصا عندنا مواهب شبابية كبيرة في هذه المجالات، يعني ممكن نوجه لهم رسالة الآن من خلال البرنامج، ودعوة مفتوحة، ممكن يساعدوكم، يتعاونوا معاكم. صدقوني راح تطلعوا بفكرة جدا قوية ووثائقي جميل ومحلي، وننطلق من أبها إلى مختلف أنحاء المملكة بإذن الله. صحيح صحيح، في ناس عندي في السناب جو معلقين مبدعين والله، أصواتهم زين. حلو، يعني راح تتعاون مع المتابعين؟ في تعاون ان شاء الله قريبا. في خطه قريبه نقدر نعرفها؟ في فيلم وثائقي يعني يبين معالم المنطقه او يتكلم عن المنطقه بشكل عام. راح تكون في قريه بني مازن ولا راح تخرجوا عنها؟ في قريه بني مازن، بس يكون على شكل الافلام الوثائقيه اللي تحمسك انك تشوفها. أنا شخصياً حقيقي أبغى أعرف كثير عن القرى الموجودة في المنطقة الجنوبية، وخصوصاً أنها تشتهر يعني بشلالاتها وأشجارها وجبالها. فأتمنى لكم كل التوفيق، وننتظر هذه الوثائقيات، وبإذن الله راح نعرضها معنا في البرنامج إن شاء الله. إن شاء الله. شكراً لك أخ لاحق. شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم وأخبار ومنوعات بعد الفاصل، انتظرونا. حياكم من جديد مشاهدينا في أخبار ومنوعات اليوم. خلونا نروح على السريع على أول خبر لبطريق يتعافى بمشاهدة الأفلام والمسلسلات. طبعا يقضي بطريق مريض وقته في مشاهدة المسلسلات الكرتونية والبرامج الوثائقية التلفزيونية عن طيور البطريق الأخرى ضمن برنامج لعلاجه. هذا البطريق يعاني من مشكلة تساقط الشعر التي تحد من قدرة جسمه على مقاومة البلل،
صراحة موده غريب، يعني طريقة العلاج كمان غريبة، بس ما نعرف هل هذه الطريقة مجدية أو لا. حنشوف في المستجدات القادمة بإذن الله. يعني بيتفرج أي بالضبط على مسلسلات أفلام كرتونية وأفلام وثائقية عن بطريق أخرى. ما أعرف، ممكن تكون طريقة للعلاج. روح لخبر آخر، وسيلفي الكمامة شرط أساسي لركوب أوبر. قالت شركة أوبر العالمية الذين سبق الإخبار عن عدم ارتدائهم للكمامات خلال إحدى رحلاتهم، سيتعين عليهم التقاط صورة شخصية أو أخذ سيلفي للشخص وهو لابس كمامة كشرط أساسي جدا لطلب أوبر للحد من انتشار فيروس كورونا. صراحة أنا ما أعرف إيش أقول. الناس اللي مو خايفة على نفسها وما تلبس كمامات حتى وهي طالعة يعني في أوبر أو أي شركة من شركات التوصيل، لازم يحطوا لكم شرط أساسي، ولازم يحطوا لكم غرامات، ولازم ليش؟ يعني توقع أننا كبار وصلنا لكمية وعي كبيرة جدا، ما نحتاج أنه أحد يقعد على رأسنا يقول لنا ألبس كمامة. انتبه على صحتك، انتبه على نفسك، لا تروحوا الأسواق وأنتوا غير وأنتوا لابسين الكمامات، لا تحطوا لي الكمامات هنا. إن هذا المنظر أكثر منظر يستفزني لما أكون في سوق أو مكان عام. طب ليش لابسة كمامة؟ ليه حاطة الكمامة هنا إذا يعني ما أعرف صراحة. بس بالنهاية هي ما تأدي الطلب أو الغرض المفروض يعني نلبس الكمامة عشانها. ارفعي الكمامة وما راح تتعبي ولا راح يضيع منك أي شيء، وبالنهاية أنت بصراحة شيء جميل جدا من أوبر عشان يتأكدوا من صحة وسلامة الكباتن اللي بيشتغلوا معاهم وأيضا صحة وسلامة الراكبين. شكرا لأوبر. إلى خبر آخر صراحة غريب عجيب وما أعرف كيف أقوله، ولكن سيدة مؤسسة مشروع صابون الأتان، هذه السيدة قررت أنها تستخرج حليب أنثى الحمار عشان تصنع منها صابون، وقالت أنه هذا الحليب غني بالفوائد والفيتامينات للبشرة. يعني ما أحكي لكم عن فوائد نظارة، تصفية، يشيل التصبغات. وقالوا كمان في هذا الخبر أن كليوباترا كانت تستخدم حليب أنثى الحمار يا جماعة عشان تحافظ على شبابها. والله يعني أنا أحب أجرب، ممكن نجرب، بس وين نلاقي هذا الصابون؟ حليب أنثى الحمار صابون الأتان. حيجيبولي الحليب من الأردن، أنتظر الصابون حقيقي. نعيش ونشوف، الله يستر من الجاي. إلى خبر أخير، وصخرة هوليوود ذا روك يعلن إصابته وأسرته بفيروس كورونا. أعلن النجم هوليوود دوين جونسون الشهير بذا روك إصابته بفيروس كورونا المستجد وأهله، طبعا حسب الفحوصات الطبية. ولكن الممثل المعروف طمأن جمهوره ودعاهم إلى وضع كمامات لحماية أنفسهم، وكان ذلك من وقال كمان وصرح بأن كان ذلك من أصعب الأمور التي كانت علينا كعائلة أن نواجهها، ولكني سعيد أن أقول لكم أننا بخير وتم تعافي من هذا الفيروس. خلونا نشوف الفيديو وارجع لكم. All right. Good morning, by the way, or good afternoon, or good evening, wherever you're at around the world right now. I wanted to give you guys a little helpful update on some of the things that I have been going through on my end for the past 2.5 to 3 weeks now. So the update is this. My wife, Lauren, as well as my two baby girls and myself, we have all tested positive. طبعا هذه كانت آخر أخبارنا لليوم، ولكن أكيد اليوم خميس ومكملين معاكم. سؤالنا للمتفائلين، هل السعادة عدوى حقيقية ولا وهم؟ انتظرونا.
احيانا لما نشوف اختلاف الناس في شخصياتهم، يعني بنقابل ناس عندهم رضا، امل، قناعه، ايجابيه، سعاده. يعني صراحه نتمنى ان في يوم من الايام نوصل لهذه المرحله من الايجابيه في حياتنا، في نفس الوقت نستعجب من اشخاص ثانيين بيكون يعني نقدر نقول لهم عايشين على ابسط الامور موجوده في حياتهم، وفي نفس الوقت مبتسمين، سعيدين، مبسوطين. يا جماعه بس اتكلم عن السعاده فعلا احس اني سعيده، فخليكم دائما تتكلموا عنهم. عشان كذا موضوع فقرتنا اليوم اخترنا لكم ضيوف مميزين، اكثر ضيوف ايجابيين، مبتسمين، سعيدين في مواقع التواصل الاجتماعي، عشان نحاول اليوم ان ننشر السعاده، وخصوصا فان الويكند يعني ما يحتاج ننشر شيء. منورينا في الاستديو كريمان الغامدي سنابيه، وايضا وعد افندي منورين ساعه شباب. هلا حبيبي. ما تخيل قديش انا مبسوطه اول ما دخلت وكذا، حسيت بسعاده بمجرد ان تكلمت عن الموضوع. فعلا احنا ندردي بالسعاده واحنا داخلين. الله عليك، صادقه هذه صراحه ما كذبتي فيها ابدا كريمان. سعاده عدوى، انت من اكثر الشخصيات فعلا سعاده عدوى. انت من اكثر الشخصيات اللي إذا شفت مقاطع وشفتك وأنت تتكلمي كشخصية وكاركتر تسعديني. الله يسعدك. طب خليني أبدأ معاكم. بعض الناس بيشوفوا الشخصيات المتفائلة غريبة كأنهم مو عايشين معانا في نفس الكوكب، فأنت إيش رأيكم في هذا الموضوع؟ أبدأ معاك وعد. والله شوفي كلامك صحيح، أنا أغرب الرسائل اللي بتجيني في السناب على دا الكلام، يعني أنت إحنا الواقع غير والحياة غير ووضعنا غير. بس السعادة دائما أقولها هو بالإنسان بنفسه، بتفكيره، بداخليا أنت اللي تقدر تجيب السعادة بذاتك. يعني مثلا أنك مهما شفت، مهما سمعت، مهما ما حخليك تقدر تضحك، وما حقدر أخليك أنت تعيش السعادة. أنت لازم تكون مقتنع فيها بداخلك، فأنت لازم تغير فكر عشان تقدر تشوف السعادة داخلك. الله عليك. وكريمان؟ والله أنا ما يعني في كل واحد في الدنيا في بيته عنده هم، في شغله عنده هم، بس انا مقتنعه وانا لسه بقول لي وعد، بقول لها في الصباح كلنا هذه رساله، في الصباح تقوم الشعر واقف قد كده طالع في المرايه يقول صباح الخير يا مزه، صباح الخير يا جميل، يومك كله حيصير حلو. وما في حتى لو احد قال لك انت من فين تجيب السعاده، خلاص انت اوريدي حتجيب السعاده لنفسك. صحيح. طب كريمان، يعني ما بتجيكي مثلا اسئله في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه فيكي انه ما شاء الله كل يوم بتصوري وانت مبتسمه، كل يوم بتصوري وانت سعيده ورايقه والضحكه حاضره؟ صحيح. انت كيف كذا؟ صحيح، جاتني كثير. ايش بترد عليهم؟ اقول لهم كل واحد في الدنيا عنده هم، وكل واحد عنده هم، بس اي ذنب الناس اوريهم حزني. صح. انا بحاول اخفف عن الناس، انا ما دام رضيت انه الناس تشوفني وتكون مرتبطه فيا فلازم اقدم لهم شيء، اقل شيء تقدميه للناس الضحك. صادقه. طب ايش رايك بالناس النكديه واللي تكشر دائما وما ما تبتسم في وجه احد؟ تخافي منهم؟ لا ما اخاف منهم، استعيذ بالشيطان. بس ما اقدر اخاف منهم. طيب وعد، بالنسبه لك كمان ما شاء الله تبارك الله بتحاولي دائما تكوني ايجابيه في مواقع التواصل، بتنشري السعاده بين الناس، فمن وين بتجيبي هذا التفاؤل؟ زي ما هي قالت، التفاؤل يعني كل انسان عنده مشاكل في حياته، لكن الانسان دائما يحاول يعيش الايجابيه. يعني مثلا انه انا لما اخرج برا احاول، احنا ما عندنا مثلا شجر، ما عندنا طبيعه، لكن عندنا قمر، احب اطالع فوق في السماء. يعني دائما اقول لهم طالعوا في الشيء اللي موجود، ايش الشيء اللي امامكم، ايش اللي انتم تقدروا تتحكموا فيه، اما الشيء اللي مو بيدكم ما تقدروا تتحكموا فيها ابعدوا عنه، لانكم ما حتقدروا تحصلوا عليه وحتعيشوا النكد والهم. طب في ناس يعني بتعاني عندها مشاكل في حياتها، واكيد يعني كل شخص فينا عنده مشاكل، حتى لو ما حاولنا نظهر هذه المشاكل للناس بنحاول نكون قدام الناس مبتسمين، متفائلين، ايجابيين، كيف ممكن يتعاملوا مع هذه المشاكل؟ انا مقتنعه انك صار بيننا الحوار هذا في الغرفه، فانا مقتنعه برأي، وهي عندها رأي، انا مقتنعه ان الانسان اللي يمر بازمه انت لازم الازمه اللي انت تمر فيها
إنك تعيش الأزمة. الإنسان لما ينجرح بيده ولا يتعور بيده ياخذ وقت عشان الجرح ده يرجع مرة تانية. فخلي الألم اللي صار لك يعني يعدي، يعني اسمح له إنه هو لوحده مع وقت، خذ له وقت وهو يروح لوحده. بس تاخذ فترة للتعافي من هذا الألم، للتعافي إنك توقف. أهم شيء إنك توقف مرة ثانية. أصعب شيء إنك كده تستسلم وتخلي هذا الاكتئاب المرض هو اللي يتعبك ويموتك ويفقدك الأمل في حياتك. طب وجهة نظرك كريمان تتفقي معاها ولا تختلف؟ أنا ضد. ضد؟ أنا ضدك. ليه؟ لأنه هقول لك على موقف. أنا كنت ماشية، وطبعا عشان تعرفي أنا نحيفة كده، اتقربعت على وجهي طحت. فلما طحت اتحورت. الحمد لله سلامتك. الله يسلمك، اتحورت. فكل الناس انفجعت وانا طالع كده طحت انا. تخيل رحت المستشفى وانا ببكي لاني متعوره وكل شيء وانا بضحك. فاخواتي يقولوا لي انت بتضحكي وانت، اقول لهم خلاص متعورت انت هنا خلاص، اقوم اوقف ثاني. فانا ضد انه لو تألمت اقعد ابكي على الم. أنا بس ما شاء الله يعني يمكن تختلف الشخصيات هنا بشكل كبير. في شخصيات ممكن تتعافى بشكل سريع وفي شخصيات لا تحتاج وقت عشان تتعافى من هذا الموضوع. تعافي نفسك عشان لا تمرض اللي على جنبك. ايوه هو مش لانه الحزن عدوى والضحك عدوى. اذا انت حزنتي فالبيت كله انقلب نكد. اذا انت ضحكتي فالبيت كله قلب فرفشه. احتاجك معايا بالبيت. تعيش عندي كريمان؟ ابشري تعيش عندي. الله يخليك. يعني في ناس امي والله، في ناس يعني الله يخلي لك يا رب، في ناس يعني تدخل سناب تكره انك صحيتي من يومك في الصباح وانت بتقلديهم دائما. فايش رايك تقلديهم اليوم؟ طيب لا حد يزعل مني. شوفي ابدا ابدا يعني تكون واحده مثلا قايمه زعلانه يعني شعرها منكوش طبعا. أهم شيء فقرة شعر المنكوش. واشرب قهوتي ومرة مصدعة. اليوم مرة سيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، صلى على النبي وارقد يا أمي. ليه كده؟ قولي صباح الخير كده. قلت كنت تلعب في شعرها، رايح جاي رايح جاي الشعر. يعني لحالك أنت ما بتتابعي فيها وهي زعلانة أصلاً، بتتابعي في شعرها وقاعدة بتلوح فيه. وما شربت القهوة في منكدة. انا اشتري لها القهوه بس صلى على النبي. لا تصوري ولا تصوري بتتصوري يعني ليش تحاولي تنشر؟ انا كمان اكون زعلانه احيانا كثير وانا مدمعه، انت عارفه انا بكيت يعني عندك، فانا ابكي بكيتيني تتذكر الموسم اللي فات. ايوه بكينا مع بعض. فانا اقول لهم اوكي يعني تبكي زعلانه ما في مشكله، احتفظي بهذا الشيء في غرفتك. مو لازم 2-3 مليون يشوفوا النكد، لانه الواحد اللي فيه مكفي لأنه فعلاً يمزح. عدوى السعادة أو النكد حقيقية. أي والله. تقلب لك يومك بالكامل. فخلينا نستفيد من خبراتك في هذا المجال. كيف ممكن أنا أصير متفائلة كل يوم وأنشر وأعدي الناس اللي حولي بالسعادة؟ أنت لازم أول شيء تؤمني بذاتك، تؤمني أنه الحمد لله أنه أنا اليوم صحيت. دائما يكون في رسالة صباحية أنه الحمد لله أنه أنا اليوم صحيت بصحتي بقوتي، أهلي الحمد لله كلهم تمام، أنا الحمد لله. أنا متأكدة أنه أنت عارفة أن الإنسان يجذب لنفسه حتى الخير في اليوم ده. لما أنت تقولي أنا حاسة اليوم هذا قام بشر، أعوذ بالله مكتئبة. أنت من الطريقة أنا ما أحبه أصلا. تخافي أنك تكوني معهم تحس إنه بيجذبوا لك السوء. لا، أنك تقومي أن اليوم إن شاء الله في خبر سعيد، أنا مبسوطة. كيف أقدر أخلي الناس أشوف الصورة الإيجابية من الحياة من الواقع؟ لازم انك انت تشاركي الواقع بصوره ايجابيه. يعني هل بتشوف ان الاشخاص النكديين او الاشخاص السلبيين بيكون هذا الطبع فيهم، طبع في الشخصيه مستحيل يستغنوا عنه، او ممكن مع التعود او ترويض النفس يتخلص من النكد الموجود في حياته، خصوصا الناس اللي بتنشر النكد على اللي حولها؟ هذول الناس يعني يحتاجوا ترويض ذاتي بنفسهم. معتقداتهم لازم تتغير، أفكارهم لازم تتغير، لأن هم مؤمنين. يعني أنت مثلا لدرجة هذا صارت أمس، واحد منزل صورة قهوة والتعليقات كانت كلها سلبية.
في حد ينزل صورة القهوة، يعني الناس اللي بتنزل صورة القهوة هذول ناس ما عندهم توتر وبيسبوا الناس اللي عندهم بنزل صورة قهوة. أنا قلت للشخص ده إنه الكل اللي علق بدي الطريقة إنسان ما عنده رضا داخلي، كل واحد يصور اللي يبغى وينشر اللي يبغى، يعني مو معقول يصير صورة قهوة ويصير إنسان سيء. طب وهذا يعني ياخذني لسؤال مهم جدا يمكن كثير كلنا بنعاني منه، ايش رايكم في الناس اللي بتنشر السلبيه في مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتعلق على ادق التفاصيل؟ يعني شيء حلو انك قلتي نحن حرين كل واحد ينشر طبعاً. اللي يبغى ينشره بالنهايه، يعني ما البشر ما بيحاسبوهم او انت ما راح تحاسبني على شيء انا نزلته، فليش دائما بيكون في كلام سلبي؟ ليش دائما بيكون في تعليق سلبي؟ يعني انا مثلا لو اتكلمت عن التنمر اللي بيصير احيانا في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كنت دبه ما انبسطوا، انحفي انحفي انحفي، نحفت ونزلت صوره، لا نحفانه صراحه صحيح. يعني لو سمحتي ارجعي اتخني. طب انا على كيفكم، يعني أنا بفهم أنا على كيف مين، أنا على كيف نفسي، فليش هذول الأشخاص ممكن نسميهم تحت بند إيش؟ أنا بالنسبة لي ما أقدر أحطهم تحت بند معين، هذول الإنسان ما عندهم رضا داخلي، فهم دائما يبحثوا عن العيوب عشان يحسوا هم إنهم أنا بالرضا. يعني هي مثلا على قولك إن هي نحفت، لا شوفي كيف وجهها كيف صار خشمها كيف صار فمها كيف صار، فدائما تحاول تعطي التعليق السلبي عشان هي بالتنمر تحس انها بالرضا، تتغذى تتقوى بالسب، يعني تبغى تأذي الشخص اللي امامها، تبغى تكسر اللي قدامها علشان هي تنتصر. هقول لك على موقف كذا سريع صار في ريتسي. انا كنت ماشيه في ريتسي ففي ام وزوجها وبنت ولد، فلما شافوني البنت قالت له بابا الله يخليك، بابا ابا اسلم عليها. لا عيب، انا احتراما لهم كعيله يعني ما يصير اتدخل فيهم. المهم البنت خلاص انخنقت بالبكاء ومرته قالت له عادي ترى كريمان عادي تقول سلموا علي. اقول لك لا انكد عليكم، وهذا كله انت كنت سامعته؟ انا سامعه، انا واقفه كده يعني، انا مشيت مريت من جنبهم وقفت. درت لهم قلت له صل على النبي يا شيخ، صل على النبي، نكد عليهم ليه؟ تعالي بوسيني، تعالي احضنيني، تعالي. وسلمت عليها وتصورت معاها، هو ابتسم. فانت كده، هو اصلا يعني هو مثلا اب شديد وبده طبعا احترم انه هو بده يعامل اطفاله او يربيهم بطريقته، بس في المقابل انا عديته اعطيته الضحكه كده بزورته ضحكه ونطه وشلتهم وكده قام انبسط. ففي ناس تقدري تسيطري عليهم زي الصباحيه اللي بتنزليها كل صباح، انا عندي صباحيه لازم انزلها كل صباح حتى لو انا في البيت كل يوم حقت الصباحيه، حتى لو انا بشرشفه كده اصبح. فهذه الصباحيه بتديكي شيء كده حلو، زي كده بديكي ورده بقول لك صباح الخير يا مزه، صباح الخير يا حلوه، بديكي ورده. فكل بني ادم فينا في نقطه النكد وفي نقطه الانبساط. لو زقينا نقطه الانبساط مويه كل يوم صدقيني حنسعد كلنا اكيد. وخلينا نتكلم دحين بما اننا تكلمنا عن المشاكل اللي بتصير، موضوع مهم التوعيه، انه كيف ممكن نصير في يوم من الايام زيكم، حتى اللي بيشوفونا لو كانوا اشخاص نكديين اشخاص كشرين مثلا في اثناء اداء عملك بيطلعوا معك الناس، كيف بتحاولوا انك توعيهم انهم يتغيروا؟ كيف تخليهم اشخاص سعيدين في حياتهم مبسوطين مبتسمين؟ شوفي دائما في ناس مختلفة، في ناس تطلع معاكي ممكن يكونوا بنات او اولاد، الولد من يوم ما يركب معاكي يقرا القران لين يخلص المصحف قبل ما توصلي لانه خايف، لانه هو بيقول مثلا راكب مع بنت وانا مرعوب وزي كذا. والله لا والله في اولاد لطف، في بنات يدخلوا سلام عليكم ارسلت لك اللوكيشن بس. فاحب انا في الصباح يعني لما اشوف احد يركب معايا اطالع كده اقوم اقول لهم صباح الخير، احب اصبح ايا كان ردوا الصباح ما ردوا، اذا ردوا الصباح فيومنا هنا حنتحكى ونضحك ونسمع اغاني طول الطريق. بس اذا كان انه صباح الخير
فأنا صراحة ديك الساعة أحترم نفسي وأسكت ما أتكلم ولا كلمة. يعني أحس أنا نفسي أطلع معك يوم مشوار. تعالي مرة قولي لي وين تكوني موجودة عشان أطلبك أوبر. تعالي مرة تنبسطي. أحس إني مرة حنبسط. أنت فاضية بعد البرنامج ممكن أروح آخر دفة. والله أشكري. تسلمي لي حبيبتي. وبالنسبة لك وعد خليني آخذ إجابتك. معليش السؤال عشان دخلت. كيف نوعي الناس؟ كيف نخليهم أشخاص سعيدين في حياتهم؟ لازم كيف نصير زيكم؟ لازم الواحد يفهم إذا أنت عشت النكد ولا إنك أنت اخترت إنك تعيش في النكد، أنت حجب لك الضغط، السكر، حجب لك الهم في حياتك، ما حتنبسط ولو على أبسط الأشياء. غير مجرد نظرتك للأمور، طالع بالإشراق في الأشياء اللي أمامك، لا تحاول إنك تدور على العيوب. كل إنسان في عيوب، كل شيء في الحياة في عيوب، لا تدور في العيوب، دور في الأشياء الإيجابية اللي أمامك، عشان أنت أصلا حتتغير، حتغير مع نفسك، وإذا تغيرت مع نفسك حتقدر تغير وتسعد الناس اللي حوالينك. يعني هل نقدر نقول الموضوع وصفة سحرية ولا لا؟ إلا إيش هي؟ ابتسمي في الصباح حتى لو في مشاكل ونكد؟ أنا وبوت لي وعد دبي قاعدة أكلمها، لو أنت وزوجك أو عندك مشكلة في البيت يعني ما لها حل اتقفلت، قومي الصباح وطالعي في المرايه وقولي صباح الخير يا امس. الله، وانت بتضحكي. هذه الوصفه السحريه، بس هبدا استخدمها من بكره، حيكون يومك كله حلو حتى لو انت قلبك موجوع، لانه ما في احد فينا قلبه مو موجوع، كل من عنده وجعه. كل الشباب والبنات كله موجوع، كلهم موجوعين ان كان الصغار عجبتك كده يعني كلهم موجوعين. شايفه عندك الاطفال الصغار مثلا يقول لك والله انا قلبي يوجعني، هو يكون لسه 5 سنين. اي قلبك يوجع؟ هو اساسا في قلب وقلبك ان شاء الله. بس انه الصباح طالعي في وجهك في المرايه وقولي صباح الخير وانت بتضحكي، يومك كله حيصير حلو حتى لو موجوع. هذه وصفة السحرية صراحة، أجمل وصفة. أتمنى مشاهدينا يستفيدوا منها. خلي أخذ منكم أشياء أخيرة حابين تقولوها وتضيفوها قبل ما نختم حلقة اليوم وآخر حلقة لهذا الأسبوع. أنا بالنسبة لي مرة مبسوطة أني جيت شفتك، وأنا أكثر يعني. ومبسوطة أني تعرفت على وعد. والله أنا سعيدة والله، ومبسوطة مرة أني أنا كان نفسي أوصل أنه يا ناس مهما كان عندك وجع أنبسط، عشان الحزن الكثير يجيب الضغط والسكر. صح. والجلطة والمستشفى وكورونا. كورونا ما ادري ايش حشرها بس اوكي. صادقة. ايوه. اما لما تكون مبسوط وتكون مبسوط وتضحك وكذا مهما ضاقت فيك الدنيا كل شيء حيصير حلو ان شاء الله. ونحن اكيد اسعد بتواجدكم اليوم معنا وعد وكريمان، نتمنى لكم كل التوفيق. وشكرا على الشيء الجميل اللي قاعدين تسووه في مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الايجابيه والسعاده للناس. اتمنى 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 ان نكون وصلنا لفئه كبيره من المجتمع ونقلنا لهم السعاده وعديناهم بالسعاده ان شاء الله. شكرا لك. شكرا حبيبي. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. لا تنسوا تتواصلوا معنا على حساب البرنامج ساعة شباب على انستغرام، ننتظر اقتراحاتكم وأقول لكم فمان الله.